صباح الخير، معاكم محمود فادي. النهارده هنتكلم على 4 حاجات ما تعملهاش في التدريب مع كلبك. لما كلاينتس بيكلموني دايما بيبقوا محضرين ليست على الحاجات اللي الكلب دايما بيعملها غلط وعايزين نصححها ليهم، بدل ما يعملوا ليست على الحاجات اللي نفسهم الكلب يقدر يعملها بعد كده. طيب الفكره كلها ان معظم الحاجات الغلط اللي الكلب بيعملها ده بيكون سبب انك شجعته وكافئته كمان على السلوك الغلط ده. خليني اديكوا امثلة على شوية حاجات بتحصل ودايما بنكافئها. اول حاجة اللي هو دايما الكلب لما بيجي بيمشي قدام، بلاقي الكلب ماشي قدام والاونر صاحب الكلب ماسك السلسلة وشادد. الكلب ممكن يبقى مخنوق بس في نفس الوقت الاونر نفسه وصاحب الكلب موافق وماشي حتى لو ايده وجعان. ده معناه ايه بالنسبة للكلب؟ معناه لما الكلب يبقى ماشي قدامه وانت ماشي وراه وفي نفس الوقت هو مش وانت ما قلتش اي حاجه وما اعترضتش او وقفت، ده بيقول للكلب انا موافق على السلوك ده. فالكلب دايما بيكون بيعمله بيكرر حتى لو الكلب مخنوق، يعني عمال ماشي وانت ملبسه خناقه او اي حاجه وعمال تخنقه بيها. بالنسبه للمشي للكلاب مهم جدا جدا جدا. ربنا خلق لكل حاجه في الدنيا ليها طاقه زي الانسان بالظبط. يعني هتلاقوا مثلا الطيور دايما الناس اللي عندها هواية حمام بيسيبوا الحمام يطير في الهواء وبالعلم بيرجعوه تاني، او السمك ممكن بيعوم في المية، الكلاب بتمشي ولازم تجري كل يوم. فده سلوك انت اللي هي فكرة المشي الكلب ده نفسه مكافأة. فالكلب ممكن يعمل اي حاجة حتى لو مخنوق بس عشان يمشي، اللي دي حاجة ربنا خلقها فيه. طيب ده بالنسبة للي هو بيكون المشي للكلاب. لو حرمت الكلب من نعمة المشي اللي ربنا ادهاله وخرجته مثلا كل اسبوع مرة او كل اسبوعين او ما خرجتوش خالص، عمره ما هيكون. انت كده اولا بتدمر الكلب من ناحية نفسيا وسلوك وصحته كمان تبقى مش حلوة، وفي نفس الوقت عمره ما هيكون زي اي كلب تاني بيخرج كل يوم وبيطلع الطاقة بتاعته بطريقة صح. الاونر نفسه هو اللي بيخليه او مشرف على الطريقة اللي هو الكلب بيخرج فيها الطاقة بتاعته ازاي. ده بالنسبة لخروج الطاقة. كمان الاولى بدل ما انت تلبسه خناقه علمه الاول يمشي، يعني علمه الاول يمشي وبعد كده لو ما استجبش يبقى لبسه خناقه. وده مستحيل، يعني 1000000% لو انت علمت الكلب بطريقه صح، حتى لو كان كلب انت شايفه مستحيل هو يتعلم، لو علمته بطريقه صح هتلاقيه يتعلم وهيمشي جنبك وهيغير السلوك. الكلب بيتعلم بسرعه جدا 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 عن البني ادمين، هيتعلم بسرعه وهيمشي جنبك. وبعد كده افترض مثلا انت دلوقتي طفل صغير جه في المدرسة، كل قبل ما يجي يعلموه يضربوه يقول لهم طب علموني الاول، لا هتتضرب عشان تتعلم. انت دلوقتي برضو بتعمل نفسك الفكرة دي، علمه وبعدين ابقى شوف لو انت حابب بعد كده، مع ان انا مش مؤيد معاك في الفكرة دي وانا متأكد ان هو هيتعلم. هنتكلم عن تاني موضوع اللي هو الجامبينج، كلب بينط دلوقتي. ده سلوك تاني جدا منتشر جدا في كلاب كتير. الفكرة كلها ممكن ابقى قاعد مثلا مع الاونر او صاحب الكلب كده يقول لي انا كلبي بينط على اي حد، والاقيه فجاه هو قاعد كده يبقى الاقيه بيناديه، والكلب ممكن يطلع لوحده لو هو اتعود، فيقول لي بص شايف بينط ازاي ويفضل يطبطب عليه. احنا اتفقنا فكره الطبطبه، لما انا بطبطب على الكلب امتى؟ لما يعمل حاجه حلوه او حاجه كويسه. فلما انا اطبطب عليه وانا عايز اغير السلوك ده، الكلب مش هيفهم الموضوع ده. الفكرة ده في سلوك الكلب مش تدريب الكلب. اهم حاجة لو حافظت على سلوكه كويس التدريب هيبقى سهل جدا جدا معاك. طيب انت مثلا ما عملتش ده، يعني انت مثلا ممكن لما بيجي ينط بتنزله او ما تخلوش ينط، بس ممكن تدور على حد من العيلة عندك او حد من صحابك او انت كمان مثلا ماشي بيه في الشارع وفي ناس بتيجي تقابلك وعايز تلعب مع البابي بتاعك. طيب هيجي مثلا ينط انت هتنزله، في ناس بلاقيهم يقولوا مثلا لسكوبي كم ويخليه ينط، انا بقول لهم لا، يقولوا لي انا ما عنديش مانع. انت ما عندكش مانع بس انا عندي مانع، انا الكلب انا عايزه بسلوك معين بطريقه معينه، والناس كلها بتحب السلوك ده. انا عايزه لما حد يجي يطبطب على الكلب بتاعي يبقى الكلب على 4 رجليه ما ينطش. بالنسبه كمان بقى لحاجه تانية في موضوع الجامبنج اللي هو بينط، ممكن الناس تبقى مش قصدها، يعني لو كلب صغير تقول له مثلا نو 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 او تبعد، او كلب بيلعب معاها وتفضل تضحك وهو الكلب، فالكلب ايه ده؟ دول هما بيضحكوا، ده هو مش قصده. نو دي يعني انت مش قصدك، هو الكلب بيحس من نبرة صوتك فهيلعب. الفكرة كلها ده بادي لانجوج، لما انا اقول له نو وارجع فانا كده بقول له بانفايت هيم، يعني بقول له تعالى تعالى نط. فلما يجي هو يعمل الموضوع ده فما استغربش اللي هو لازم ابقى انا قاعد لا يبقى لا.
الفكرة كلها لو انا رجعت لورا انا بقول له تعالى. هي الفكرة كلها الكلاب بتعرف زي البني ادمين بالظبط بالبادي لانجوج، بالعكس ده الكلاب اسرع وبتفهم اكتر من البادي لانجوج. انا ممكن اعلم الكلب بالاشارة اسرع بكتير جدا من الكلام. ده بالنسبة للنقطة. اخر نقطة وانا شايلها في اخر الفيديو عشان اللي في الفيديو ما يشوفهاش، تمام؟ اخر نقطة ايه بقى؟ مهم جدا جدا جدا، في ترينرز ومدربين وناس فاهمين جدا في الكلاب بيقعوا فيها. النقطة دي انا هقولها لكم. الفكرة دلوقتي الكلب ممكن يعمل حركتين او ثلاثة او اربعة في نفس الوقت، ممكن حاجات كتير اكتر من كده كمان. بمعنى انا دلوقتي رحت دخلت جيت البيت بتاع سكوبي، فتحت البيت هو راح نط عليا، فانا ما عجبنيش السلوك ده فقلت له ست فقعد، فانا لقيته اول ما قعد قلت له اوكي وديته تريت او كافيته قلت له جود باي. فده معناه ايه؟ انا كده كافئت السلوك، بس مش سلوك الست بس، انا كده كافئت الاثنين اللي هو نط بعد كده قعد. فكل ما انا اجي اخش الاقيه بينط ويقعد، فالناس دايما بترتبط طب ايه ده؟ طب ما يقعد ليه بينط؟ الفكره كلها انا ما ينفعش كافئ السلوكين دايما، اللي هو لما يجي ينط اقول له ست، ممكن اغير المكان او ممكن اخش له تاني بعديها بشويه، بس ما ينفعش اول ما يجي ينط ويقعد اديله تري، اللي انا كده ربطت سلوكين او حركتين في بعض. هو كده يفهم ان دي حركه، اللي هو اول ما تخش هينط هيقعد هياخد تري. شكرا جدا. تابعونا كمان على البيج بتاعتي، انا عامل بيج ممكن تعمل مثلا سيرش محمود اندرسكور دوك ترينر، او تعمل مثلا سيرش مثلا على الفيسبوك facebook.com/محمود.ترينر. هكتب اللي هو اللينك بتاعي على اليوتيوب تحت في الديسكريبشن، او دوست هتلاقي اللينك بتاعي. كمان على البيج بتاعتي بحطها، ممكن تتابع وفي فيديوهات تانية ممكن تشوفها وتعلموا الكلب بطريقة احسن. شكرا جدا، سلام عليكم.